an important game for us. مباراة مهمة بالنسبة لنا، بتيجي بعد الهزيمة في المباراة السابقة على أرضنا من سان داونز على أرضنا، فالماتش ده أصبح مهم جدا إن إحنا نلعب برضه على أرضنا، راح نكسب 3 نقاط، فإحنا مستعدين للمباراة، المفروض نعمل اللي إحنا المفروض نأديه، المفروض نعمل اللي علينا عشان واللي نعمل اللي إحنا المفروض نعمله هو إن إحنا نكسب 3 نقاط بعد المباراة. وعارف طبعا فريق قوي اللي هيلعبه، فريق مريخ، وان سان داونز ما عرفش يكسبه، وعارف ان هو الموقف الصعب اللي احنا هنقابله، وفي الموقف الصعب المفروض نعمل احنا المفروض نعمله او المفروض نأدي دورنا عشان نكسب المباراه، فاحنا عارفين بالظبط المفروض نعمل ايه في المباراه دي. طبعا ما فيش داعي، ما فيش مجال للشك في حاجه زي كده، احنا لازم نكسب مباراه عشان ننافس، واحنا هنكسب مباراه ان شاء الله، نشتغل عشان نكسب مباراه، وهنكسب مباراه. احنا بنخلق فرص وكان ممكن نسجل قدام سان داونز، جرحت لنا فرص كتير وكان ممكن نسجل، الفرق بس ان هو ما بننهيش الهجمه او ما بنسجلش الاهداف من الفرص اللي بتجيلنا. ذات الوقت في افريقيا لازم نكسب ولازم نسجل، فاضل اربع ماتشات ب 12 نقطه، طبعا احنا هدفنا نكسبهم كلهم، طبعا ممكن صعب نكسب ال 12 نقطه بس نكسب النقاط الكفايه توصلنا للدور الجاي ناحيه الاهلي. حتى الماتش سير المباراه ماتش سان داونز احنا كنا زنقهم في النص بتاعهم تقريبا طول الماتش، كنا في نص واحد او النص بتاعهم نص الملعب بتاعهم، هم جون بالجون بس فاركو كان الموضوع مختلف، كانوا هم بيبدلون الهجمات واحنا كان ممكن نجيب اربعه، هم كانوا يجيبوا اكتر من الهدف اللي جابوه، كان ماتش مفتوح اكتر من ماتش سان داونز. فده عايز يقول حياتك ان هو لحد فرص وكنا قريبين من التسجيل، الفرق بس ان هنا جبنا جوان وهنا ما جبناش. We put the same pressure we put against Sundowns. We put the same pressure we put against Farco. We put the same pressure we put against Hilal in the World Cup. We put the same pressure. The difference is Hilal, there were 4 goals. Farco, there was 4 goals. And how you deal with that? How you can by scoring the goal. When you score the goals, it's a different story. When you miss chances, of course we have problems. It's normal. It's football. بالطبع في مشكله دي كره قدم، في مشكله ان احنا في الحته الهجوميه اللي حضرتك بتقول عليها ان احنا نترجم الفرص لاهداف، بس هو الحل الوحيد ان هم يسجلوا جول، يعني ما لهاش حل غير كده. ان شاء الله tomorrow there's goals. وان شاء الله بكره يعني تفك المشكله وتحل المشكله ونسجل اهداف باذن الله. Yeah, when we played Hilal, those players were not on the team when we played in. وكان لعبنا بكاف في مركز العالم على الهلال السعودي، وكان في غيابات برضه، كان مش موجود، كان ايمن مش موجود، وكان بدر ابو مش موجود، وكسبنا. وفي ماتش فاركو برضو ياسر ما كانش موجود، وايمن اشرف وبدر مش موجودين، فالمفروض مفيش اعذار، المفروض نشتغل بالمتاحين ونكسب. من وقت ما جيت الضغطه دي انا متعود عليها، مش اول مره نواجه برنامج مضغوط. من وقت ما جيت بالعكس كان في فترات فيها الضغط اكبر من كده، كان في مش اكتر من 3 ماتشات ورا بعض مهمين، يعني كان قبله 3 ماتشات مهمين، وكان في كاس العالم، وفي ظل غياب 9 لعيبه على المنتخب الوطني زائد الاصابات. بكل تاكيد كان نفسي ماتش بيراميدز ما يكونش موجود، لان احنا بنمثل مصر في بطوله افريقيا، احنا بنمثل مصر النادي الاهلي، لكن الاتحاد المصري حب يحط مباراه بيراميدز بين الماتشين بين المريخ وسان داونز، ولازم نقبل ده. وبيراميدز برضه هيلعبوا افريقيا زينا، فكان ممكن نحافظ على الفرقتين دول ونأجل الماتش، بس خلاص لازم نتعامل مع الموقف زي ما هو كده. لا احنا متعودين في الدوري ان احنا بنلعب كل 3 ايام مباراه في الدوري، و90% من الفرق بتلعب قدامنا في الدوري بتلعب بتكتل دفاعي، ومع ذلك بنكسب. المفروض انت باستثناء الزمالك يمكن بيلعب جيم مفتوح قدامك، ومع ذلك الفرقه بتلعب معاك جيم مفتوح وبتفتح دفاعاتها، ممكن تسجل فيها 4 أو 5 أهداف. يعني بقول قدام سان داونز برضه لعبوا بتكتل دفاعي، وهتلاقي فرص كتير كان ممكن تسجل. المشكله انك تحط الكوره في الشبكه، انت تخيل انك تحط الكوره في الشبكه مش انك تتعامل، وانت كمدرب المفروض تتعامل مع اي طريق اسلوب لعب للخصم اللي قدامك، مش ممكن تطلب من قدامك يلعب بطريقه يعني تناسبك. المفروض انت تعمل مع سواء بيلعب بتكتل دفاعي زي ما حضرتك بتقول او بتلعب جيم مفتوح، المفروض يبقى عندك حلول لكل مباراه تلعبها قدام الخصم، وازاي توصل للمرمى وازاي تهدده وتسجل. المشكله بتقابلك لما تكون بتلعب مع فرقه عامله يعني تكتل دفاعي، ان الكوره لو اتقطعت انت طبعا بتحاول تسجل، فبتخش بعدد اكبر، بتهاجم بعدد اكبر، فالمشكله لو الكوره اتقطعت وارتدت عليك ممكن تعمل عليك خطر، وزي ده اللي حصل مع سان داونز. احنا كنا متسيدين اللقاء وكنا ضاغطين عليهم جامد، وما كانش حد يتوقع ان هم يقطعوا الكوره ويجوا يسجلوا. كنت تلعب مع فرقه عماله تكتل دفاعي، لو سجلت جون بيحصل ايه؟ مش ممكن عندهم متكتلين، اكيد هيفتح خطوطه. ده اللي بيحصل في مصر هنا في ماتشات الدوري، الفرقه بتعمل تكتل دفاعي، بتقفل بقى في حرس دفاعي كبير، لغايه ما تسجل اول جون بيغير طريقه لعبه وبيفتح، وساعتها ممكن تسجل الثاني والثالث.